يبقى عليه اللي هيفضل عملا اسلامي. النموذج ده طالع في التوحيد ده رغم ان شخصيه مشهوره، لكن امبارح المفروض انه مساحات واسعه جدا بصوره هو في داعش مثلا السلاح. دي مش حاجه عفويه، دي اشاره من عند ربنا عشان نحاول نلحق بسرعه اللي بيحصل. حتى هذه اللحظه لا زال شباب الاخوان ملتزمين بتعليمات وشغل سلميتنا في الوسط ومصممين. ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان هم ما يقدروش يعملوا غير كده. يعني الجماعه الاسلاميه، الجهاد، انصار بيت المقدس، دي جماعه صغيره. لكن الاخوان تنظيم دولي واسع مش تحت عين السلطه في مصر، ده تحت عين كل دول العالم. لو اتورط للحظه في عمل عنيف كل دول العالم ما هتصدق، لان هي اصلا مش حاجه صغيره دي، فهتثبت عليه ثقه بالجهاد. فهو مشكلته انه مطلوب من العالم الخليجي مش قادر يرد، فقرر انه يطرد ويسكت. فيتقتل ويسكت. عدد قتلى او شهداء الاخوان لغايه دلوقتي عدد خيالي. كل يوم جمعه ربنا بيجيبهم من خمسه سته. لما خلاص الجمعه الثالثه بقى. ما هو والله اعلم ان هيحصل على كده. الفكره اننا مش هينفع نستمر بالموقف ده. والفكره ان السياسه اللي بتتبعها بيعملها نظام الحكم دلوقتي هتؤدي لظهور شباب الاخوان من تحت يد